السلام عليكم، الرد على حلقة رشيد الأخيرة. يخبرنا القرآن أن العرب استهزأوا بالقرآن وخاضوا في آياته، بل قالوا لمحمد ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لكن المسلمين يصرون على أن القرآن معجز وأنه تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، غفر لنا وإياكم. معكم محمد نصيف المحاور، باحث في الكتاب المدعو مقدس للرد على أعداء الإسلام مما يعتقدهم. معنا اليوم آخر حلقة لرشيد اللي برقم 28، صورة من مثله. رشيد أبو حمامة أحد المسيحيين المتطولين على الإسلام والمهاجمين للإسلام، ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها عامل حلقة جديدة أو برنامج جديد إنه بيتحدى في القرآن، إنه حيجيب قرآن من مثل هذا القرآن. تخصصي الرد عليهم مما يعتقدهم، هم يعتقد إن هم دين حق وعلى حق بإذن رب العالمين مع العبد الفقير لعفو ربي. إزاي هعلمك إزاي تسحله من دينه ومن كتابه وتقلب عليه الحجج؟ تعال اسمع رشيد بيقول الأول. يخبرنا القرآن أن العرب استهزأوا بالقرآن وخاضوا في آياته. وهذا أمر إيه المشكلة يعني فيه؟ ما العرب دول أساساً بيتكلم عن الكفار، الكفار بيستهزأوا بالقرآن وبيخوضوا في آياته، تمام؟ تمام؟ بينما أنتم أيضاً يخبرنا كتابكم إن ربكم مختل. لا 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 لا، ده يخبرنا كتابكم إن ربكم ملعون، أن الإله الذي تعبد يا رشيد هو إله ملعون، فلا قيمة له ولا كرامة. خد بالك، المفروض أنت هنا بتقول يخبرنا القرآن أن العرب، العرب دول مين؟ دول الكفر. بيقول يخبرنا القرآن أن العرب استهزأوا بالقرآن وخاضوا في آياته، بل قالوا لمحمد ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يبقى الكلام هنا المفروض كلام على لسان الكفار، كلام على لسان الكفرة. إيه اللي يضر الإسلام أو القرآن أو المسلمين إن الكفار ينقلوا كلام؟ طيب الآن أنا هجيب لكم من كتابه هو، يخبرنا الكتاب المقدس أن ربهم صار لعنة، صار لعنة. أنت متخيل عندما يصفون شخص باللعنة يعني إيه باللعنة؟ صار قذرا، وصفوه بأوسخ الأوصاف، إنهم بيسبوه، إنهم بيلعنوه، إنهم جعلوه ملعون، إنهم جعلوه، خد بالك التثنية بتقول نجس. يخبرنا الكتاب المقدس يا رشيد، كتاب ربك يا رشيد، إن ربكم معبودكم صار لعنة. تفضل يا فندم. النص في رسالة بولس لأهل غلاطيا إصحاح 3 العدد 13، بيقول لك المسيح، والمسيح بتاعهم ده احنا براء منه وهو بريء منا، نحن نؤمن بنبي الله عيسى الذي لم يكن قط ملعونا أبدا، ما كان نبي الله عيسى ملعونا أبدا، بل إننا نقول لعن الله من لعن المسيح. أحد النصارى جالي قلت له قول ورايا كده، اللهم لعن من قال عن المسيح لعنه. قال لي لا، قال لي لا مش هقول. قلت له ليه؟ قال لي أنت عايز نلعن رسولي بولس؟ يا خبر أبيض، ارتضيتم على ربكم أن يكون ملعونا وجايين تهاجموا الإسلام يا عباد الملعون؟ شوف النص. يخبرنا الكتاب المقدس في رسالة بولس، بولس لعن المسيح، لعن يسوع عنده. رسالة بولس إلى أهل غلطية إصحاح 3 عدد 13، بيقول المسيح افتداهم من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلهم. صار لعنة، صار معبودهم لعنة. ليه؟ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، كل من علق على خشبة يا جماعة ملعون. طب وهل يسوع معبود إله رشيد علق على خشبة ولا لأ؟ علق على خشبة. لحظة، للعلم الفيديو ده ممكن يطول شوية، معلش عشان احنا في عندنا شغل فيه تاني خالص، يعني ناوي بإذن الله أن يكون الفيديو ده فيديو كسر ظهر زي ما بيقولوا. طيب نكمل، شوفوا كده أنا هجيب لكم حالا. النص بيقول ملعون كل من علق على خشبة، صح؟ صح.
يسوع اتعلق على ايه؟ يسوع اتعلق على ايه؟ لما ملعون كل من علق على خشبه. يسوع، الاخوه الاكارم بارك الله فيكم، الاخوه اللي على الفيسبوك واللي على اليوتيوب شايفين الفيديو ده، يا ريت فضلا مشاركه في المجموعات يا قوم، بارك الله فيكم. خدوا الفيديو، خدوا رابط الفيديو حطوه في المجموعات علشان غيرك يستفيد. اسال الله ان يبارك فيكم. ده متعلق على ايه؟ ده متعلق على ايه؟ عارفين ده مين؟ ده اله رشيد. هذا العريان، هذا المتعري، اله مين؟ اله رشيد. ده متعلق على ايه؟ النص بيقول ايه؟ النص بيقول اهو، ملعون كل من علق على خشبه. ملعون، بولس بيقول اللي يتعلق على خشبه ملعون. يخبرنا الكتاب المقدس ان الهكم يا رشيد صار ملعون. قول يا رورو قول. بينما احنا لن يضر القرآن ان كفار قريش قالوا عن القرآن انه مش كلام الله، او ائتي بقرآن مثل هذا، لا يضرنا لانها قول كفار. آياتي. بل قالوا لمحمد ائتي بقرآن غير هذا او بدله، لكن المسلمين يصرون على ان القرآن معجز وانه تحدى الانس والجن على ان ياتوا بمثله. وهنا ايضا في مشكلة. نعم القرآن زي ما قلنا معجز واعجازه من قوته، لأن إله المسلمين إله قوي فبيتحدى، لأن إله المسلمين إلها قويا عظيما فبيتحدى غيره، أو بيتحدى العرب، أو بيتحدى الإنس والجن يجيبوا غيره. إنما الرب عندك يا رشيد أول ما جاء عيني لسه 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 بيقول أنا ابن الإله، أم أخدينه أتلينه. أه؟ وده سؤالي ليك يا رشيد، سؤالي ليك يا رشيد. دلوقتي يا جماعة الخير، زي ما قلت لكم معلش هنطول في الفيديو ده شوية، احنا معانا في الفيديو فيديوهات رشيد بتاع 8 9 فيديوهات هنعلق عليهم جزء جزء، ممكن الحلقة دي نقسمها جزئين كمان مش جزء واحد، مش كفاية جزء واحد فيه. يا جماعة الخير بارك الله فيكم، رشيد بيعمل الحلقة بتاعته في اسبوع 7 ايام، ومعاه فريق عمل، ومعاه فريق عمل تاني بيجهز له الحلقة، واضح، وبينزل الحلقة دي بفضل رب العالمين. والله تعرفين تحضير الحلقة دي بفضل رب العالمين في الرد عليه ما كملش معاه ساعتين، هو بيحضر مع فريق عمل كامل بيحضرها في 7 ايام. العبد عبد الله الحق، مش عبد المقتول المقبور المذل المعرى المهان رشيد وأمثاله من أتباع زكريا بزرط، عبد الشيطان المقتول من الرومان، المسحول الإنسان المهان، المضروب المذل المحتقر. بعض النصارى بيعلق لي على اليوتيوب بمتضايق قوي من الحركات اللي بعملها، هغزكم وهفضل أعمل الحركات دي. رشيد يقول لك يخبرنا القرآن ومش عاجبه القرآن، وبيقول لك ان القرآن إلهه بيتحدى. نعم لانه إله قوي. بل قالوا لمحمد ائتي بقرآن غير هذا او بدله، لكن المسلمين يصرون على ان القرآن معجز وانه تحدى الانس والجن. صحيح صحيح، لان إله المسلمين إله قوي فبيتحدى الانس والجن. لكن إلهك يا رشيد انت بتحضر الحلقة بتاعتك في 7 ايام صح، ومعاك فريق عمل، انا بتحداك وتحدى الإله الذي تعبد أن يعينك يا رشيد للرد على العبد الفقير لله، مسلم واحد، مسلم واحد قهر معتقدكم فكسره فهدمه فهدمه فدفنه فقبره فأماته، وكله بالنصوص. إن إله المسلمين القوي العظيم، إلهي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلهي وأفتخر، أفضل من هذا الإله الذي عروه، قبروه، قتلوه، أذلوه، أهانوه، كما في إنجيل متى إصحاح 27. متى 27. تعلم يا مسلم، يا مسلم اتعلم ازاي تقلب عليه الحجة من كتابه هو، من عقيدته هو، لانه غير مؤمن بالقرآن لو قعدت ترد عليه من هنا لبعد بكرة ولا حيؤمن باللي بتقوله. انجيل متى صح 27 من اول العدد، من اول العدد 26 بيقول كده النص، حينئذ اطلق لهم باراباس. واما يسوع، يسوع ده مين؟ ده اله رشيد، اله رشيد اتجلد، الإله المجلود
ليس بكفء ولا بند لإله المسلمين الذي يتحدى. إله أم إيه؟ فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. إيه؟ فعروه إله رشيد المعرى العريان، الإله العريان. وضفروا إكليلا من شوك وضعوا على رأس وقصب على يمينه وكانوا يستهزئون. الإله المستهزئ به، الإله المستهزئ. وبسقوا عليه. أنت عارف يعني إيه بسقوا عليه؟ هل تعلم يا مسلم، وحد الله يا مسلم وقول الحمد لله على نعمة الإسلام. أنت تعرف ما معنى كلمة استهزأوا بصقوا عليه؟ ده يتحدى ازاي ده؟ رشيد مش عاجبه إله المسلمين؟ أيوة، وعاجبه الإله ده. ده هيتحدى ازاي؟ فين قوته ليتحدى يا رشيد؟ رشيد مش عاجبك إله الإسلام؟ سؤالي ليك، هذا الإله المعرى هيتحدى مين؟ مش هيقدر يتحدى حد. عارفين بقى معنى كلمة بسقوا عليه يا جماعة؟ تفوا في وشه يا جماعة، تفوا في وشه. ايه؟ تفوا فو، تفوا في وشه. احمدوا ربكم على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي نجانا من عبادة المقبور المقتول المبسوق العريان في العريان الذي تعبد يا رشيد. الحمد لله، الحمد لله. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه. طيب يلا عشان ما نطولش عليكم. علانيات بمثله ولن يستطيع ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وصلتني رسائل كثيرة وصور كثيرة من مختلف الدول والمناطق، صور أظهرت لي كمية الإبداع وكمية الذين لا يؤمنون بالقرآن ولكن لا زالوا تحت ضغط المجتمعات يظهرون وكأنهم مسلمون. هذا الكلام مش مدح، عايز يمدح مجموعة المرتدين، ها؟ أو الملاحدة أو النصارى اللي بعتين له رسائل على إنهم مسلمين أو غير مسيحيين. فبيقول لك وهذا يظهر مدى كمية الناس اللي مش مؤمنين بالقرآن وعاملين نفسهم مسلمين في المجتمعات الإسلامية. ده أنت كده بتتهمهم أصلاً إنهم مجموعة من الجبناء المرضى كما فعل إلهك يا رشيد. محمد نصيف على طول عمال بياخد من فمه ويديله. أيوة يا فندم، انت عايز تقول لي يعني ان الناس اللي بعتوا لك الرسائل دول بيقلدوا الرب بتاعك، بيقلدوا معبودك يا محمد؟ معلش، وبيقلدوا الرسل او اتباع وتلاميذ الهك ليه يا فندم؟ ما هم كانوا بيهربوا برضو كده، كانوا منافقين بيظهروا عكس ما يبطنوا. الدليل عناية الجوز، بس نسمع الجزئية دي عشان عندي تعليق تاني عليها. رسائل كثيرة وصور كثيرة من مختلف الدول والمناطق، صور أظهرت لي كمية الإبداع وكمية الذين لا يؤمنون بالقرآن ولكن لا زالوا تحت ضغط المجتمعات يظهرون وكأنهم مسلمون. طب ده نفاق يا فندم، ده نفاق. أين شجاعتهم؟ أين إيمانهم بالأفكار اللي هم معتقدينها حتى لو باطل؟ ده اسمه نفاق. ده عشان تعرفوا أن أنتوا بنيتوا معتقدكم على الخبث. لماذا لا يخرج يقول أنا مش، يقول عن نفسه مش مؤمن بالقرآن؟ ما حدش يقول أنت بتعمل إيه؟ ليه؟ فين حد الردة اللي بيطبق في المسلمين الآن؟ مفيش، عشان ما تتلككليش بيه. لكنه أصلاً ده خبث، يقلدون. أنا قلت لكم إله رشيد كان بيعمل نفس النظام، كان بيقول عكس وبيبطن عكس ما يفعل وكان بيتخبى. نعم صح صح. في عندك نص عن الرب بتاع أو الإله بتاع رشيد إنه كان بيتخبى من اليهود. فالنص بيقول على سبيل المثال، على فكرة ساعات بقول النصوص دي بتكون من الذاكرة ما بكونش محضرها لسه، واضح؟ فببتدي أدور عليها إيه جزء جزء. النص على سبيل المثال بيقول ظاهرا بل كأنه خرج إلى العيد لم يأتي وقتي بعد. ثواني، لا لن أصعد إلى هذا العيد. اصعدوا أنتم إلى العيد إني لن أصعد. ليه لن يصعد يسوع؟ وعلى فكرة إله رشيد، أيوة لقيت النص الحمد لله. إله رشيد في النص ده هو ايه؟ هو الكذب يا جماعة، مش قول غير الحق. مش قول غير الحق، قول غير الحق. واضح واضح. تعال نشوف كده
إله رشيد اللي هيجي دلوقتي من العيال النصارى بتوع إنجيل يوحنا إصحاح 7. العدد إنجيل يوحنا 7 العدد 8 بيقول كده، ده إله رشيد يسوع. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد. خلاص بيقول لهم مش هصعد أهو، مش هطلع للعيد أهو، لأن وقتي لم يكمل، خلاص مش هيطلع للعيد. طب ليه قال لهم مش هيطلع للعيد؟ بص كده، وقال لهم هذا ومكث في الجليل، ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. ليه؟ فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون أين ذاك؟ أول شيء هنا في كذبة، إله رشيد كذب. ليه؟ لما أنا تيجي تقول لي هتيجي تطلع معايا مثلا، هتيجي تطلع معايا على الشارع، فأقول لك لا أنا مش هطلع على الشارع، مش هطلع على الشارع. بعد ما تمشي هطلع أنا على الشارع، يبقى ده إيه؟ ده كذب، مش ده قول غير الحق؟ أنا مش طالع الشارع ثم أطلع الشارع، مش ده كذب؟ مش ده قول غير الحق؟ دي النقطة الأولى، كذب. النقطة الثانية، لماذا كذب؟ كان خايف من اليهود. فالعيال اللي انت بتدعي ان هم ألفوا قرآن مثل القرآن وبعتوا لك الرسائل، قالوا يعني مسلمين ومش مؤمنين بالقرآن والكلام ده كله، طب ده بيعملوا كده بيقلدوا الإله بتاعك، ده نفاق أصلا، ده نفاق. ركز كمان كده في النص يا إخوة، بصوا، اصعدوا أنتم إلى العيد، أنا لست أصعد بعد إلى العيد، مش طالع العيد. ولما صعد إخوته حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل في الخفاء. ليه طلع في الخفاء؟ خايف من ايه؟ إله رشيد بقول لك خايف لان كان اليهود يطلبونه في العيد، اليهود كانوا عايزين يقبضوا عليه، فخاف منهم، فخاف منهم. النقطة الثانية، انا عايز المسلمين المستمعين للفيديو والمتابعين للعبد الفقير لعفو ربي يتعلم ازاي ويتعلموا ازاي يقلبوا عليهم الحجة مما يعتقدهم تأديبا وتهذيبا واصلاحا وإيلاما وإيجاعا حتى لا يتطاولوا على الإسلام. لما يجي لي بقى الآن قساوسة ولا العيال النصر، انا ماليش دعوة بيكم، انا كلامي موجه لفئة اللي هي المتطاولة على الإسلام. طول ما انت مش متطاول على الإسلام، طول ما انا ماليش دعوة بيك، ولا كلامي ليك، ولا كلامي ليك. يجي يقول لي لا طب ما انت بتغلط عليهم من كتبنا، اقول له طب ما هو بيغلط في كتبنا، يبقى انت المفروض كمسيحي او كراجل دين او كقص ايا كنت، المفروض تروح تقول لرشيد نفسه لا تهاجم الاسلام ولا القرآن حتى لا يهاجم كتابنا. لكن لو رفع لي قرون ومعرض لي على ابوك رشيد ولا ابوك زكريا بوزروب، يبقى ما تجريش ابدا تقول لي خف عليهم ولا انت بتهاجمنا. اوعى اوعى اشوفك هنا. لا تكن منافقا، شوف مين البادئ وروح قول له انتهي. انا لم ابدا، انا اللي بدات رد على رشيد يا جماعه، يعني انا اللي بدات هجوم على رشيد ولا رشيد اللي هاجم الاسلام فبدات انا ارد عليه؟ وانا بتحدى وبتحدى المقبور الذي يعبد، المقتول الذي يعبد، انه يكون المقتول اللي بيعبد ده يكون عنده جراءه ويقوي رد على عبد الفقير لله. رشيد بيقول وصلتني رسائل كثيره وصور كثيره من مختلف الدول والمناطق، صور اظهرت لي كميه الابداع وكميه الذين لا يؤمنون بالقران. تمام. ولكن لا زالوا تحت ضغط المجتمعات يظهرون وكانهم مسلمون. تعالى لي. غير ان ده نفاق، وغير ان كده انت بتطعن فيهم اصلا، ده انت كده بتطعن فيهم ليه؟ مجموعة جبنة. المفروض انا اقسم بالله العظيم ان ظهر لي الحق في ايا كان ده انا اموت، امال انتوا قول لي احنا الشهداء واحنا المضطهدين، جاتكوا خيبة يا كدابين. مش رشيد ده وابو زكريا الكذاب اللي قاعد يقول لك احنا مضطهدين، احنا اللي بنتضرب من اجل الدين، احنا اللي بيتعمل فينا من اجل الدين. انتوا شويه جبنه، بدليل انت بتمدح الجبنه اللي بيظهروا الايمان ويبطنوا الكفر، اللي عاملين نفسهم في وسط المسلمين مسلمين لكنهم اصلا مرتدين. طب ما انت كده انت بتمدح الجبنه والمنافقين اصلا يا رشيد، لأن معتقدك يا رشيد مبني على النفاق. فهؤلاء الذين تتحدث عنهم وتفتخر بهم
بيقلدوا تلاميذ الرب بتاعك. إنهم يقلدون تلاميذ يسوع. عليكم السلام جميعا يا إخوة، فردا فردا، ردوا السلام يا شباب على اللي داخل، تمام؟ والإخوة يا جماعة يا ريت الله يبارك فيكم مشاركة في المجموعات. إن اللي أنت بتمدحهم حالا يا رشيد، اللي أنت بتمدحهم حالا، دول أصلا بيقلدوا تلاميذ يسوع. فين يا محمد الدليل؟ عينيا يا فندم، العبد الفقير لله، كل كلمة عندي بدليل، ما بقلفش حاجة من عندي. نسمع تاني رشيد ونرد عليه. بطني رسائل كثيرة وصور كثيرة من مختلف الدول والمناطق، صور أظهرت لي كمية الإبداع وكمية الذين لا يؤمنون بالقرآن ولكن لا زالوا تحت ضغط المجتمعات يظهرون وكأنهم مسلمون. بيعملوا إيه بقى يا فندم؟ بيقلدوا تلاميذ الرب بتاعك. إيه تلاميذ الرب بتاعك عملوا إيه؟ ما عملوا نفس الحركة قدام الناس. أيوة، لا إحنا مش مؤمنين بيسوع. امال ايه يا فندم؟ احنا مش مؤمنين بيه. امال ايه اللي حصل كمان؟ ده اول ما جه الرب بتاعهم او الاله بتاعهم اتمسك كله خد بعضه وطلع يجري، كله خد بعضه وطلع يجري. انت متخيل يا مؤمن؟ انت متخيل يا مؤمن؟ يا مؤمن يا 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 مؤمن. شوف كده يا اخوه، انجيل مرقس اصحاح 14 من اول العدد، هنقول 45 من اول 48 من اول العدد 46. قبضوا على مين؟ قبضوا على الاله بتاع رشيد، قبضوا على يسوع. تاني يلا. فالقوا، ده انجيل مرقس صحاح 14 عدد 46، فالقوا ايديهم عليه وامسكوه، يعني امسكوا يسوع. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه. فاجاب يسوع قال: كانه على لص خرجتم بسيوف وعصا لتاخذوني. الاله بتاع رشيد اول ما رايحين يقبضوا عليه قام قايل لهم ايه؟ انتوا كانكم طالعين على حرامي. الاله البشر قدروا على اله رشيد العبيط وزكريا بزرط وماجي خرام، قادر البشر على القبض عليه كحرامي. لا فين القلم؟ استنى استنى، نسيت القلم. تصدق القلم ده بيتغاظ منه العيال الخراف الضاله بتتغاظ من القلم ده. القلم المقدس ده قد ودي يا كركش، ده القلم المقدس، ده قلم كله قداسه. تاني، لقد قدر اليهود والرومان ان يقبضوا على اله رشيد كحرامي. الكلام ده كلامي؟ لا ده كلامه هو يا فندم، اهو النص اهو في مرقس 14 العدد 48. وقال لهم يسوع: كأنه على لص خرجتم بعصا بسيوف وعصا لتأخذون. كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني. ركز ركز، ولكن كي تكتمل الكتب. ركز 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 كده. التلاميذ يسوع، كل المؤمنين بيسوع عملوا ايه؟ هم دول المؤمنين بيسوع؟ هم دول صفوة معتقدك يا رشيد؟ كله طلع يجري، كله طلع يجري. تتعرفوا؟ ما نعرفوش. هو ده وعمان بتفتخروا. رشيد جاي المفروض ان هو هيمدح المرتدين اللي في الشرق الاوسط او الكفرة بالقرآن اللي في الشرق الاوسط، هو جاي يمدحهم، بس عشان هو غبي غبي، رشيد غبي، رشيد اللي بيحضر له اصلا غبي غبي، جاي تمدحهم تقوم تصفهم بالنفاق. ده برضه ينفع؟ يعني انا دلوقتي جاي امدح فيك انت، اقول لك ده انت من جمالك ومن حلاوتك، ايوه، ومن حلاوتك ايوه ان انت مخبي الايمان، ده الاصل عندك، خد بالك، مخبي الايمان وبتعامل الناس بالنفاق، شغال بوشين. ينفع؟ ينفع؟ على فكرة دي تعاليم برضو، دي تعاليم الكتاب المقدس، ان انت تشتغل بوشين. في نص بيقول كونوا حيات او كونوا كالحيات. معلش النص ده اللفظ بتاعه بصوا كده يا جماعة، ده لفظ مين؟ ده يسوع. يسوع امر بهذا. اليس هذا نفاق؟ اليس هذا نفاق؟ شوف كده يا اخوة، متى 10:16 بيقول: ها انا ارسلكم كغنم، غنم، مجموعة غنم،
يا مجموعة غنم، مجموعة خرفان ضل. يسوع بيقول لهم ها أنا، بيقول لرشيد ها أنا أرسلك يا رشيد يا خروف، أيوه يا عبد الخروف برضو، كغنم في وسط الذئاب، فكونوا حكماء كالحيات. خليكم كده كالحيات. متى 10:16. يلا اللي بعده يا رورو. العرب لم يقتنعوا بالقرآن، نجد هذا في سورة يونس بشهادة القرآن نفسه، قالوا ائت بقرآن، يعني يا محمد ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني هذا القرآن نحن لسنا مقتنعين به. مقولة طيب حلو برضو الجزئية دي. العرب قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام يا محمد، هم مش مقتنعين بالقرآن، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. طيب وايه الضير؟ انت المفروض عامل حلقه، المفروض ان الحلقه بتاعتك كلها بتهاجم فيها الاسلام او بتنتقد الاسلام بصفه عامه، وما الضير؟ وما الضير ان يهاجم كفار قريش الاسلام؟ وما الضير يعني؟ وما الضير؟ ما يقولوا هم اعترضوا على النبي واعترضوا على الكل، ما يقولوا ألا. وهل هذا يضرنا بشيء؟ ده قول الكفار، لا يضرنا بشيء. لا أركز بقى في اللي جاية، أنا هقلب بقى عليها. ها ها أنا هقوم قايل له كده بمنتهى البساطة، خلاص وأنت لما جبت قول الكفار واعتراضهم على القرآن وجعلت ده مطعن في الإسلام، أيوة شكرا ليك، أنا هجيب لك من كلام ربك ومن أناجير ربك إن ربك عبد شطار. إيه؟ أيوة عبد الشيطان، عبد الشيطان. مين اللي قال له؟ اليهود. اليهود اتهموا يسوع انه تابع للشياطين ويفعل اوامر الشياطين. طبعا يفعل الاوامر يعني عبد ليهم. محمد يا نصيف الدليل معناه الجوز ومناخير اللوز. مناخيري يلا بينا يا عم الحاج. الدليل انجيل لوقا اصحاح 11 من أول العدد، من أول العدد 14، يبقى لوقا 11 العدد 14 بيقول إيه؟ وكان يخرج شيطانا. ده مين؟ ده يسوع إله رشيد. وكان ذلك أخرس، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع. وأما قول منهم، قول من الواقفين، قالوا على يسوع إيه؟ ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. بيقولوا على يسوع ببعل زبول. بعل زبول مين يا جماعة؟ إبليس. بعل زبول اللي هو الشيطان، بعل زبول لوسيفر، ده كلها أسماء من أسماء إبليس، واضح؟ بيقولوا كده ببعل زبول، حتى بيقول لك اهو ببعل زبول رئيس الشياطين، يعني إبليس ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فاليهود لو انت الراجل ايه، الراجل ايه المعذره، جحش الفرا رشيد بيعترض على الاسلام وبيعترض على القران ان الكفار قريش العرب. قول كده يا رورو، قول يا رورو قول. العرب لم يقتنعوا بالقرآن، نجد هذا في سورة يونس بشهادة القرآن نفسه، قالوا ائت بقرآن، يعني يا محمد ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني هذا القرآن نحن لسنا مقتنعين به. مقولة، خلينا نأخذ هذه. جميل، هنا ده عايز يجيب ان ده مطعن في القرآن، خلاص ما فيش مشكلة. اليهود قالوا عن ربكم عبد الشياطين. طبعا اصلا ده غير ان اليهود قالوا عليه ابن زنا وقالوا عليه نبي كاذب واتهموا امه وكل الكلام ده. بس لا احنا عايزين حاجة في الكتاب بقى واضحة. شوف يا فندم دلوقتي اليهود بيقولوا ايه؟ اما قوم منهم من الواقفين قالوا على يسوع ببعل زبول، يعني بإبليس يخرج الشياطين، رئيس الشياطين يخرج الشياطين. السؤال كيف سيستجيب له إبليس إن لم يكن عبدا من عباده؟ فلقد كان الواقفين أمام يسوع يتهمونه أنه عبد وتابع للشيطان. طبعا موضوع تجربة الجبل ده موضوع تاني، وإن الشيطان تسيطر عليه والكلام ده كله يعني هنخليها شوية، بس هنقول بأنك طعنت في الإسلام، بأنك طعنت في الإسلام لأنه قال إن العرب غير مؤمنين بالقرآن، هل ده بقى مطعن في القرآن؟ طب خد اللي جاية، ده اللي جاية دي مش الكفار اللي شتموا الإله بتاعك،
ده أقرباؤه، ناس مؤمنين بيه، ناس مؤمنين بيسوع قالوا عليه إيه؟ مجنون مختل. الدليل يا محمد عيني. أدي إنجيل مرقس إصحاح 3 العدد 21 يقول لك: ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل مختل مختل. فيا يا يا رشيد يا رشيد، اللي بيته من إيدان اللي بيته من إزاز ما يحدفش المسلمين بالطوب. لو جينا نحط نفس المقاييس دي على كتابك هتشرمح، هتمسح بكرامة إلهك الأرض. باعتراف كتابك ستسحق إلهك سحق، هتدمر معتقدك تدمير. يا مسلمين ويا مسلمات، ركزوا في كلام ان انتوا تقلبوا الحج عليهم مما يعتقدوا هم. دوس وعدي ما تطبطبش. اللي هاجم الاسلام يستحق ما يجرى له، اللي هاجم القرآن يستحق اللي يجرى له، اللي هاجم الرسول يستحق اللي يجرى له. افضحوا معتقدات من يسيئون الإسلام، اسحقوهم، افضحوهم، اظهروا للناس عوار هذا المعتقد الباطل المهتري الذي هم عليه. رشيد يا عبد المختل. رشيد رشيد ابو حمامة يا عبد المختل. مش انا اللي قلت، مش انا اللي قلت، رشيد رشيد ابو حمامة، أنا أتحداك وأتحدى المختل الذي تعبد. لو كنت رجلا، أنا برد عليك في نفس اليوم، الفيديو بتاعه لسه مرفوع النهاردة، هل تجرؤ أنت أو معبودك المختل إنه يعينك فترد على العبد الفقير لله في الأسئلة اللي بيسألها أو الأجوبة اللي بيجاوبها؟ أنا بجاوبك أصلا الآن، ما بسألش، ده أنا لو سألت حفرتك معتقدك خالص. ده أنا الآن بجاوب، بس بجاوب بقلب الفكرة عليك من حجتك، من فكرك انت ومن تفكيرك انت ومن كتابك انت ومن عقيدتك انت يا عبد المختل. يلا اللي بعده، الآية في سورة التوبة 5: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. جميل. اللي جاي بقى بيقول ايه؟ فين الخشوع هنا؟ ها، قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يعني لما تكون تصلي بهذه الآيات، أي خشوع وأنت بتنادي بقتل الناس؟ أي يعني حالة روحية أنت فيها؟ مفيش حالة روحية. لا يا فندم، مين اللي قالك الكلام ده؟ انت مين قالك اصلا ان الاصل كل ما في القرآن خشوع؟ يعني كل ما يجي في القرآن في احكام مثلا للنساء، يسألونك عن المحيض قل هو اذى، هل ده يلزم فيه ان احنا نبكي مثلا في القرآن؟ لا. امال ايه يا محمد؟ اصل القرآن انه نزل احكام وقصص وعبرة ومواعظ واوامر ونواهي وخشوع 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 من ضمن الحاجات، صح؟ صح. فهو بيقول لك هنا ايه الخضوع، ايه الخشوع في الايه دي؟ تعال نقول لك انا ايه الخشوع ده النهارده، ده انا هظبطك. ان الله غفور رحيم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يعني لما تكون تصلي بهذه الايات، اي خشوع وانت بتنادي بقتل الناس يا فندم؟ اي خشوع دي انا جاوبك عليه، ان لا يلزم اصلا في كل ايات القران ان يبقى فيه خشوع، بس لا يبقى فيه بكاء. يعني واضح، لان في ايات احكام فلا تستلزم هنا بكاء في ايه في الحكم مثلا. لكن تعال لحظه، ومن قال لك اصلا ان القران الاصل فيه انه نازل عشان يبكي؟ لانه بقول لك الخشوع يعني والبكاء. من قال لك ان القران نازل عشان كل اياته تبكي الناس؟ القرآن نزل من ضمن الأشياء أحكام وحكم الآية اللي انت جايبها بالأخص دي، بتقول يأمر بقتل الناس. لا يا حبيبي، اسمه كده، أو لا يا خروف مش حبيبي، اسمه كده أمر أو حكم نزل في ساحة حرب. أصل الآيات دي نزلة في ساحة قتال، في قتال بين المسلمين والكفرة. هنقوم جاي كده، تخيل انت القرآن لما ينزل في قتال، في قتال ينزل بيقول مثلا: أحبوا أعداءكم، سيبوا نساءكم لأعدائكم وكونوا معرضين، وارفعوا قرون واتركنوا على جنب.
ولا اللي يضربك على قفاك اديله لا مؤاخذه مؤخرتك. فين العقل؟ يعني انا هضرب لك مثال صغير. الايه دي بصفه عامه كانت نازله في حاله حرب بين مسلمين وكفار. فهنضرب المثال ده بحرب الان شغاله، في حرب الان شغاله. ولنفرض اي دوله عربيه دوله مسلمه بتحارب اي دوله غير مسلمه. هل يعقل، هل يقول عاقل ان يطلع الامير بتاع الدوله دي ولا الرئيس بتاع الدوله يقول للجند احبوا اعضائكم، واللي يجي في الحرب وانت بتحارب كده، ها في دوله جايه تعتدي عليك، ايوه جايه تغتصب نسائك، ايوه اللي يضربك على قفاك اليمين ادي قفاك الشمال، واللي قلعك البنطلون ادي له الشورت. هل يقول ذلك عاقل؟ انت عارف لو الرئيس عمل كده وقال الكلام ده يقولوا ايه ده، ايه ده، ايه اللي لو اي رئيس جيش او اي رئيس في حرب وقال الكلام ده هيتهموه بالجنون. ازاي تقول ساعه حرب وفي وقت حرب من ضربك على خدك الايمن اديله الاخر، واللي يقلع منك البنطلون اديله اللي تحت البنطلون؟ ازاي هذا كلام جناه، هذا خبل لا يقبله واحد عنده فنتم كده، جزء من الجزوقة، عنده عقل، مستحيل. واضح؟ فالآية دي أصلا آية قتال أو آية في ساحة قتال. لكن معلش بس أنا حبان والله، فأنت يا أبو عجبني قوي 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 الاستدلال. اسمع يا مؤمن، يا مؤمن وركز يا مؤمن، نقلب الحب، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يعني لما تكون تصلي بهذه الآيات أي خشوع وأنت بتنادي بقتل الناس، أي يعني حالة روحية أنت فيها؟ أنا عايزك بنفسي، أنا طبعا شرحت لكم اللي ما في الآية دي، بس أنا عايزك خليك كده يا محمد يا نصيف متفنتح، خليك متفنتح، وانت كمان يا مستمع معلش خليك معايا متفنتح. مش يمكن يكون الراجل ده على صواب واحنا على غلط. خلاص يعني انت دلوقتي يا رشيد شايف ان ما ينفعش، لازم كل آية بتقرأها كده لازم تكون مؤثرة فيك، ومعلش معلش وانت كده وانت قاعد بتصلي بالناس كده او في الكنيسة كده، انا عايز اعرف ايه الخشوع اللي في متى 10:34 هيجي لك وانت بتقول لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، أيوة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. الإله أصلا أتأثرت، يعني الإله كده، الإله جاي بالسيف يا أولاد. أعصابي مش إيه للهبل ده، لا حطت مقياس لو اتحط على دينك هيخربوا سيخرب لكم معتقداتكم. لا 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 انا عايزك كده وانت بنفس المقياس. النص ده اصلا عاجبني وحنجيبه كتير، لانه النص ده مليان ازبهرار في الانشطار الغير محتار يا عبد الستار، ومحدش يقول لي عيد لاني مش عارف عيد. انا عايزك انت كده وانت قاعد، ايوه وانت قاعد مع نفسك كده مع نفسك، إذ بك فجأة متفجئة حبيت تفتح الكتاب كده وتلاقي الكلام الخشوع اللي مليان خشوعة. بس الأول نسمع الرورو، قول كده يا رورو، قول يا رورو قول. خلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يعني لما تكون تصلي بهذه الآيات أي خشوع؟ أحسنت، برافو عليك يا رشيد. أي خشوع يا جماعة وانت بتصلي بهذه الآيات، وانت بتصلي كده بالآيات دي فين الخشوع؟ لا ركز معايا كده، احنا قلنا ان الايه دي اصلا احكام ونزلت في ساحه حرب. لا استنى. انتوا بقى، انا هصلي لكم، انا هصلي وانتوا عيطوا، يلا بينا نصلي. دخلت انت تصلي بقى في 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 بكتاب ربك يا رورو، ففتحت كده على رساله بولس الى اهل روميا اصحاح 16، لقيته بيقول سلموا على بريسكيلا واكيلا الذين وضع، وعلى الكنيسة التي سلموا على أبنتوس الذي هو باكرة، سلموا على مريم،
سلموا على أندورينيكوس ويونياس المأسور معه، سلموا على إمبلياس حبيبي فرس، سلموا على أوربانوس، سلموا على استاخيس، سلموا على أبلس المزكى، سلموا على الذين هم من أرسطوبولوس، سلموا على هيروين، سلموا على تريفونا وتريفوتا، سلموا على برسيسا، سلموا على روفوس، سلموا على أمو، سلموا على، وسلموا على أنسترينك فيليغون هيرمس بتروباس هيرميس، وعلى سلموا على فيلولوغوس، سلموا على جميع القديسين، سلموا على سلمى واحمد عبد الرحيم ومروى وايمان واحمد علي وزهرة ونادير وفاطمة، مين تاني عايز ودودي وكل اللي نزل وكل الموجودين وأميرة وكل الموجودين في البث المباشر. سيبك مننا، فين الخشوع؟ لا 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 لا، رورو قول تاني يا رورو، قول تاني يا رورو. خلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يعني لما تكون تصلي بهذه الآيات أي خشوع؟ لا لا لا، أنا في عندي بقى آية تانية في نص في الكتاب المقدس، في نص في الكتاب المقدس يا أخوة، أنا لما هقوله لكم من هنا حتة الخشوع دي، أنا ممكن وأنا قاعد مش كده، مش عارف الكرسي ده في بتاع طيران، في اللي هو بتاع فاصل الجاذبية، احسن اطلع اخبط، معرفش الظروف هتحصل ايه. عشان هعيط، فين القلم؟ اخشعوا. شوف النص الجاي اللي من هنا، الخشوع كده يخلي قلبك يهفهف من جو، من داخل الدخول الشرحيحي اللي في. شوف يا فندم، النص ده هيخليك تموت في العياط وتموت في الخشوع. النص بيقول لك في سفر حزقيال، كلام إله رشيد سفر حزقيال إصحاح 9 عدد 6، بيقول لك اخشع الشيخ، أيوة عيط بقى، الشيخ والشاب والعذراء، أيوة والطفل، أيوة والنساء، اقتلوا للهلاك. خبر أبيض. اما يكون رشيد فاتح الكتاب بتاعه كده، كتاب، فاتح كتاب ربه كده، فاتح كتاب المقتول، يقول لك الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. ايوه، يعني انا اعمل ايه؟ يعني انت زعلان من القران وبتقول اي خشوع؟ ايوه، النص اللي انا جايبه لك ده ان شاء الله اي خشوع. على فكرة ده أنا عندي نصوص تانية بقى هتخليكوا تشدوا في شعركوا من الخشوع، بس ده هنخليها قدام، لسه عشان أقول لكم الفيديو ده أنا حشانير في رشيد، وكله بالدليل. قول يا رور. مفيش حالة روحي، هذه المرة سأعطيكم بعض المقتطفات. سورة الكافرون مثلا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، جميلة لحد الآن، جميلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما وحشوا، اسف، حشو، ولا انا عابد ما عبد، حشو، ها ما تنسوش الكلمه اللي قالها، حشو، لان انا هستعمل نفس الالفاظ دي في كتاب ربه اللي مليان حشو ده محشي كرومب وكوسه وبتنجان، نفس الالفاظ هسحق بيها معتقده بالفاظه. كمل يا رورو. انتم وحشو، آسف، حشو، ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، جميلة لحد الآن، جميلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هو حشو، آسف، حشو، ولا أنا عابد ما عبدتم، ها يعني هي نفس الكلام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، الجملة طبق الأصل. طب هذه فهمناها، وهذه مالها؟ السؤال لكم دينكم ولي دين، كل هذا حشو. لا أتسؤال. فهمناها، وهذه مالها. اسمع يا عبد الخروف، يا جاهل، يا عبد الجاهل، وللعلم جاهل ده لفظ من كتاب ربهم قال عن نفسه جاهل، عشان ما حدش يتهمني ان انا بكذب. عندهم النص بيقول على ربهم جاهل، فهم جهل عبيد جاهل. بيسأل بيقول وهذه مالها؟ هذه توكيد يا جاهل، وتوكيد لما سيحصل في المستقبل يا جاهل. يعني ايه؟ قل يا ايها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم فيما سيأتي، ولا أنتم عابدون ما أعبد فيما سيأتي. وهذا نوع من أنواع التوكيد. يا جاهل يا جاهل، أنا بقى أجيب لك الحشو والكلام الفارغ اللي ملوش لازمة، بس بعد ما أوري الناس جهالة ربك، إن ربك جاهل كما أنت جاهل. فين يا محمد إنه جاهل؟ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 1 عدد 25 بيقول لك لأن جهالة مين؟ بالله عليكم ينفع؟ ينفع اللفظ ده ينفع في حق الله؟ بالله عليكم ينفع؟ ينفع؟ شفت قلة الأدب؟ بالله عليك، رشيد ترك ربه الجاهل، وضعف الله أقوى من ضعف الله، ضعف الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ضعف الله، يتقال ضعف الله؟ ينفع يا جماعة؟ ينفع يتقال عن إله جهالة الإله؟ ينفع؟ وضعف الإله؟ ينفع؟ واحد بقول له إيه تفسير النص ده؟ بيقول لي لأن جهالة الله، أيوة، الجهالة عند الله. إيه يا ابني اللي بتقوله ده؟ بيقول لي الجهالة عند الإله بتاعهم أحكم من كل الناس، يعني الجهالة بتاعت الرب بتاعهم أحكم من جهالتنا أو أحكم من حكمتنا. لا، خليه في جهالته بقى، خليه بقى في جهالته، وأنا هرضى بحكمتي، أنا أرضى أن أنا أكون حكيم وربكم جاهل، باعترافهم هم. لكن معلش الحشو بقى، تعالى عشان ناخد الحشو كده. مش ضمن من ضمن الحاجات رشيد، دي إيدي اليمين يا جماعة، دي اليمين، مش رشيد الكذاب بيقول قدام الناس كلها احنا بنجيب التفاسير وكل يا ايها الكافر كافر، واحنا بنجيب التفاسير وكل حاجة بنجيب تفسيرها، امال انت ليه الان بتقل ادبك على القرآن وبتقول حشو وما جبتش للناس تفسير الآية؟ ما تجيب ما تطلع للناس تفسير. انا هجيب لكم تفسير، عايزين تفسير مين؟ شوفوا اي تفسير انتم عايزينه، اي تفسير انتم تريدوه اطلع لكم منه الان التفسير. على سبيل المثال تعال نجيب تفسير مختص السعدي، مش حاجه تفاسير كبيره تستطرد، لا 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 لا. بص يا فندم، ادي يا عم تفسير الايه، قل يا ايها الكافرون، اي قل للكافرين معلنا ومصرحا. مين تفسير من ده؟ تفسير السعدي عشان اختصار بس. لا اعبد ما تعبدون، أي أتبرأ مما تعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. بص 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 بص، ثم كرر ذلك ليه؟ ليدل على الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على ذلك قد صار وصفا لازما. التوكيد، التوكيد يا جهلة يا حمقى. أنا بقى هجيب لك توحيد شوية تكرار كده تخليك عسل، أجيب لك بقى شوية تكرار بحسب كتاب رب النصارى تخليك كده تقعد تستكيف، مش عارف إيه رأيكم؟ على حسب، بسرعة تجاوبوني بسرعة عشان أشغله لكم صوت، صوت اسمعوا صوت، ولا أقرأه لكم كتابة؟ اللي عايز صوت اكتب صوت، اللي عايز كتابة يكتب كتابة بسرعة عشان الوقت والبث. يلا بسم الله، عايزين تسمعوا التكرار اللي يخليك فعلا حشو، حشو مالوش اي 30 لازمة، حشو في كلام ربك يا رشيد. ها صوت، عايزين يلا بسرعة بسرعة الكل يدينا 33 صوت. طيب خلاص نشغله لكم صوت، طالما اجمعته وجمعته واصبح بينكم تجمعات. لا انا مش عايز استنى فين الان، انا مش عايز تجمعات في البث بتاعي، اعملوا اجتماعات بس ما فيش تجمعات. هذا ربي يزعل كده. العدد 33 ماشي، هسمعكم الان كلام اله رشيد وانت تقول لي ايه اللي استفدناه. طبعا هذا ليس كلام الله، هذا كلام مؤلف محرف مخترع. ايه اللي احنا استفدناه من كل هذا التكرار؟ ايه فايدته؟ حشو حشو حشو، كلام حشو.
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب يسر. ثلاثة نحس من أول العدد. صوت ده ما شاء الله، ده كله مجمع على إنه يبقى صوت. ماشي، من أول العدد 10. لا، من أول العدد 6. مجهزين يا جماعة؟ اجهزوا يا جماعة. الذين ضرب منهم الرب من كل بكر. الأول تعال نجيب المصريين بس. الأول في اليوم 15 من الشهر. واضح يا جماعة الخير؟ ده سفر العدد، من أول عدد، سفر اسمه كده العدد، أسفار إلهي المسيحية، سفر العدد من أول الإصحاح 33، من أول عدد واحد بيقول: الشهر الأول في غد الفصح خرج بنو إسرائيل بيد رفيعة. المصريين هنا هيذكروا برضه، أنا مش عارف إيه حكاية المصريين مع الناس دي. أمام أعين جميع المصريين، إذ كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر. المصريين قاعدين بيدفنوا ايه؟ المصريين قاعدين يدفنوا برضو اللي ضربهم الرب عندهم. اللي جاي بقى ركزوا. وقد صنع بآلهتهم احكام، فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس ماشي، ونزلوا في سكوت ماشي، ثم ارتحلوا من سكوت ماشي، ونزلوا في ايثام التي في طرف البريه ماشي، ثم ارتحلوا من ايثام ورجعوا على فم الحيروث ماشي، التي قبالة بعل صفون، ونزلوا أمام مدد ماشي، ثم ارتحلوا من أمام الحيروث أيوة، وعبروا في وسط البحر إلى البرية ماشي، وصاروا مسيرة 3 أيام في برية إيثام، ونزلوا في مار ماشي، ثم ارتحلوا من مار برضو، وأتوا إلى إليم ماشي، وكان في إليم 12 عين ماء وسبعون نخلة ماشي، فنزلوا سبعين نخلة. بص بص، حتى وحي الرب بتاع رشيد بيذكر بالنخلة، بالنخلة حشو حشو. ايه ده يا فندم؟ ده ايه؟ قال لي انا استفيده من التكرار، تكرار تكرار، يعني انت تقول يا ايها الكافرون بس على توكيد لا اعبد مع حشو. بص بصوا بصوا، اتعملت قوي وحشو. لا استنى، ده انا هجيب لك ربك، تعال في ايه. قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، معه اسم الوسواس الذي يوسوس في صدور. طب هذه فهمناها وهذه مالها؟ لكم دينكم ولي دين. كل هذا حشو، 4 آيات هي مجرد حشو، 4 آيات بقت حشو، لفظ توكيد وآيات للتوكيد بقت حشو، عشان انت حمار ما عندك علم باللغة، ما تعلمت لغة، اتلعب فيك وانت صغير تلاقيك. انا بقى اجيب لكم الحشو، تعال نجيب كلام ربك كده ونشوف فين الحشو. ثم ارتحلوا من نزلوا في برية سن، نزلوا عين ماء وسبعون نخلة. سفر العدد إصحاح 33 من العدد 1 لحد العدد مش عارف 17 ولا 18. فنزلوا هناك، ثم ارتحلوا من إليم ونزلوا على بحر سوف، ثم ارتحلوا من بحر سوف ونزلوا في برية سين، ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة أيوة، ثم ارتحلوا من دفقة أيوة، ونزلوا في ألوش ماشي، ثم ارتحلوا من ألوش أيوة، ونزلوا في رفيدين ماشي، ولم يكن هناك. ثم ارتحلوا من قهيلات أيوة، ونزلوا في جبل شافر ماشي، ثم ارتحلوا من جبل شافر أيوة، ونزلوا في حرادة ماشي، ثم ارتحلوا من حرادة أيوة، ونزلوا في مقهيلوت ماشي، ثم ارتحلوا من مقهيلوت أيوة، ونزلوا في تاحت ماشي، ثم ارتحلوا من تاحت أيوة، ونزلوا في طارح ماشي، ثم ارتحلوا من طارح حاضر، ونزلوا في مصر. وبعدين بقى، وبعدين بقى، بعدين 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 في التكرار، ارتحلوا ونزلوا، ارتحلوا ونزلوا، ارتحلوا ارتحلوا، لا ما نزلوا، ما نزلوا خلاص، خلاص نزلوا، لا ما ارتحلوا بقى، ما ارتحلوا، ارتحلوا ونزلوا. ايه ده يا فندم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا فاضيين؟ انت فاضي؟ انت فاضي؟ ده انا اقسم لكم بالله في سفرين في الكتاب المقدس منقولين بالنص. يا جماعه انت عارف يعني ايه منقولين بالنص؟ لا انا هوري للناس التكرار اللي ملوش اي عايز. حشو حشو، قاعد فاضي، الاله بتاع رشيد قاعد فاضي، عمال بيحشي، عمال عمال بيرتحل، ارتحل ارتحل. ثم ارتحلوا من مصقة أيوة، ونزلوا في حشمونة، ثم ارتحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت، ثم ارتحلوا من مسيروت أيوة، ونزلوا في بني يعقان ماشي، ثم ارتحلوا من بني يعقان ماشي، ونزلوا في حور الجدجاد ثم ارتحلوا من حور الجدجاد أيوة، ونزلوا في يطباط أيوة، ثم ارتحلوا من يطباط أيوة، ونزلوا في عبرونة ماشي، ثم ارتحلوا من عبرونة أيوة، ونزلوا في عصيون جابر
ماشي. ثم ارتحلوا من عصيون جابر ونزلوا في برية سين وهي قادش. الحمد لله الحمد لله. ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. يا خبر أبيض يا خبر أبيض، كل ده كل ده وإحنا قاعدين كل ده؟ طب ما هو نفس ونفس النظام، فيسلمولي على بس سلموني 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 طب ما كان حط من الاول سلمولي، وكان ذكر بقى كله 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 بريسكيلا واكيلا ودي بت دي بت وام وام مش عارف مين، ما كانش كل كلمه ارتاح سلموني سلمولي ولا ايه؟ مش كده ولا ايه يا متعلمين بتوع الكنايس؟ اطلع لي اطلع لي المسيحي محمد يا نصيف. ايوه يا فندم، انت بتدوس علينا قوي وفي كتابنا. انا مالي ومالك؟ انا ما بداتش هجوم عليكم. اذهب وقل لعبد الشيطان رشيد ابو حمامه، قول له كده لما تغلط في الاسلام والمسلمين هيفضحونا المسلمين، هيظهروا عوار كتبنا وما عندنا من معتقد المسلمين. ايه ده ايه ده يا فندم ده؟ لا 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 استنى 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 استنى، ده انا عايزك كده واحده 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 واحده، ده اللي جاي تقيل اللي جاي تقيل 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 يعني. انتم عابد ما اعبد، الجمله طبق الاصل. طب هذه فهمناها وهذه مالها؟ لكم دينكم وليدين، كل هذا حشو. اربع ايات هي مجرد حشو، كان ممكن تختصر السوره في ايتين. قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس. يعني كان ممكن تختصر السوره في ايتين، قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. شوف تختصر الصورة في ايتين، الكلام اللي فات ده كله كان ممكن يختصر في كام كلمة يا ابني؟ ده تلات ارباع الإصحاح كله ارتحلوا ونزلوا ارتحلوا سلمولي 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 سلمولي. ايه ده؟ بنفس المقياس اللي حطه خرب دين، خرب عقيدته، خرب عقيدته. رشيد انت بتحضر الفيديو بتاعك في اسبوع، عبد الفقير لله محمد نصيف في ساعتين في ساعتين او ثلاث ساعات على وزن الثلاث آلهة الوثنية الشركية الضعيفة التي تعبدهم، وطبعا آلهتك الضعيفة، لان انا قلت لو الهك قوي انا بتحدى الاله الذي تعبد ان يعينك للرد على الاسئلة بتاعتي. عداني العيب، قول يا رورو. الخناس الذي يوسوس معه اسم الوسواس الذي انا اعوذ برب الناس. انت حلو قوي، قول قول. الناس من شر الوسواس. الخناس الذي يوسوس معه اسم الوسواس الذي يوسوس في صدور، ما هو وسواس طبعا بيوسوس راسه بترقص. عجباني والله عجباني. انا والله الاصل انا كلمه رقصه وبترقص دي كلمتي في شرح نشيد الانشاد، اقسم بالله العظيم انا في شرح نشيد الانشاد كنت بقول على طول موضوع الرقصة وبترقص، والله وبالله حاسس انه واخد الكلمة دي مني. انا بقول الكلمة دي من زمان قوي، وانتوا عارفين طبعا لما بقول كلمات ايه زي بزرط وبقلز ووا بتمسك وبتتشهر. اقسم بالله ظني ان رشيد سمع فيديو ليا وانا بتكلم على سفر حزقيال وبقول رقصة وبترقص وجاي يحطه الان في القرآن. كنتي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. خدوا بالكم اللفظة بتاعت الذي يوسوس هنا ده مش تكرار أصلا، ده توصيف حال. مش في عندك حاجة اسمها تفسير القرآن بالقرآن؟ أيوة تفسير القرآن بالقرآن، ده اللي حصل في الآية، ده اللي حصل في الآية. ربنا بيقول في القرآن من شر الوسواس الخناس. من هو الوسواس الخناس؟ يجي واحد يسأله سؤال يقول من هو الوسواس الخناس؟ فتبقى تفسير الآية الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى من هو، ما هو تفسير الوسواس الخناس؟ جات الآية اللي بعدها الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى ده مش تكرار، ده مش أصلا مش تكرار. بيقول لك كده طب ما هو وسواس يعني بيوسوس، لا ما هو ده أصلا تفسير، اللي جاي بعدها دي تفسير. زي المخبتين، وبشر المخبتين. من المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ده هيقول لك ده تكرار. يا ابني أنت أهبل، يا ابني ده أنت أهبل، يا أنت لا أنت جاهل زي إلهك يا يا رشيد أنت جاهل زي الإله اللي أنت بتعبده، أنت جاهل باللغة العربية، احنا نعمل لك إيه احنا؟ أنت إلهك الذي تعبد جاهل، فأنت أجهل منه، أعمل لك أنا إيه؟ مش مشكلتي أنا، مشكلتكم أنتوا. لكن تعالى لي أنا بقى أجيب لك التكرار المضحك
اللي فيه صح رقصه وترقص. فين يا محمد يا نصيف؟ في كتاب رد رشيد. اتفضل يا فندم. سفر حزقيال اصحاح 16 عدد 7. حزقيال 16 7. بص بص بقى الاحترام والادب بتاع هذا الاله. انا مش عارف انا ايه الالفاظ دي اساسا. لم يجد يا ادي يا رشيد، لم يجد ربكم، الفاظ محترمه وكلام محترم، يعني الم يجد ربكم الفاظا محترمه وجميله وما فيش عنده حكمه، فيش عنده حكمه، فيش عنده اسلوب عالي، اسلوب راقي عشان يطرح لكم الفاظ زي قله دعاره وسدياكي وفخذاكي. شوف شوف يا فندم النص بيقول ايه. جعلتك يا ربوة كنبات الحق فربوت وكبرت. بيتكلم واحدة يعني بيتكلم على انها مؤنثة. وبلغت زينة الازيان نهد فدياكي. ايه يا عم الالفاظ دي؟ في اله برضو اله يقول حتى لو لشعب يقول له نهد فدياكي ونبت شعرك. ايوه وقد كنت عريانة وعارية. ما هي عريانة، هي عارية رقصة وترقص. إذا كان دينك وعقيدتك عقيدة فارغة يا رشيد فما تحدفش المسلمين بالطوب. قول كده يا رورو تاني. ما هو اسمه الوسواس الذي يوسوس في صدور، ما هو وسواس طبعا بيوسوس، رقصه بترقص، ما هو طبعا بترقص. هنا بقى عريانة وعارية مش برضو رقصة وبترقص؟ ما هي عريانة هي عارية، بل إن الكلمتين دول مفهومش تفسير. ده مش تفسير زي عندنا في القرآن. احنا عندنا بقى في القرآن الآية دي بذاتها ده تفسير، اسمه تفسير القرآن بالقرآن. من شر الوسواس الخناس. من هو الوسواس الخناس وما عمله الذي يوسوس في صدور الناس؟ بينما انت هنا غير ان دي ألفاظ أساسا ألفاظ يعني انا مش عارف. ألم يجد ربكم لفظا محترما من انه يكلم شعبي او 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 دوله او شعب او عروسته؟ خدوا بالكم النص ده اصلا بيتكلم فيه مع عروسته. التفاسير بتقول لك دي مراته، دي مرات ربهم، ان الرب بيكلم الشعب عنده على انه العروسه بتاعته. بيقول للعروسه بتاعته ايه؟ ده غير نشيد الانشاد. ها بيقول له نهد ثدياكي ونبت شعرك يا بت وقد كنت عريانه وعاري. طب ما عريانه هي عاري رقصه وبترقص، رقاصة وبترقص، ولا يا رورو؟ يا رورو إن كان معتقدك معتقد باطل وبني على باطل، والله انتوا بقى طالما كده أصلا كده خلاص البث الأول، لأن أنا هناخد النص ده أو ناخد الفيديو بتاع رشيد ده في حلقتين، ده ما كانش في ثلاث حلقات كمان. فأنا طالما بالمناسبة دي كده وحنقفل خلاص بقى البث، يبقى خلينا نكمل حزقيال 16. خليني أوروكم. خدوا بالكم رشيد هو بنفسه اعترف ان العهد القديم كلام الله وكلام يسوع كلام إلهه، والكلام ده لازم يؤمنوا بيه، وانه كلام الرب عندهم مش كلام الشيطان. فالكافر بهذا الكلام كافر بالمسيحية، عشان ما يطلعش رشيد الكذاب الجاهل زي ربه ويقول له لا ما لناش دعوه بالعهد القديم. لا هم اعترفوا كذا مره، وانا سمعتكم في الفيديو بتاع نشيد الانشاد، ان ده كلام الرب ليهم، وان الرب بيكلم عروسته. بيتكلم الرب بيكلم عروسته. يا عالم يا عالم يا عالم يا فجره، يا عالم يا فجره. تعالى بقى نقرا مع بعض حزقيال كده ونشوف الطهاره من هذا الرب الذي يعبده رشيد. سفر حزقيال صح 16 ننزل. وكان إلي من أول عدد واحد. وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن آدم عرف أورشليم. وكانت إلي كلمة الرب أهو، يعني الكلام كلام الرب. وقل كل سيد الرب لأورشليم مخرجك أما ميلادك فمررت من أول هنا هيتجوزها الرب، هيتجوزها. بيقول إيه؟ فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت بصوا هنا كمان التكرار. فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي. شوف سبحان الله كررها مرتين ليه؟ مش حشو ده برضو يا رشيد ولا ايه؟ طب احنا عندنا في لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، وفي المستقبل ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ففي حالين في الايه، في السوره دي حالين، حال الحاضر وحال المستقبل وحال التوكيد.
انما ممكن تقول لي الحشو ده ايه لازم، ايه لازمته في كلام ربك؟ الرب عندكم فاضي بقى، فاضي بقى، ما روش حاجه، فقاعد عمال يحشي. صح، قول كده يا رورو، انا عايز اسمعك يا رورو، معلش قول للناس كده الحشو. وسوس في صدور، ما هو وسواس ايات هي مجرد حشو، كان ممكن تختصر السوره في ايتين. قل لكم وليدي، كل هذا حشو، اربع ايات هي مجرد حشو، كان ممكن تختصر السوره في ايتين. قل حشو اهو، حشو من كلام الاله الذي تعبد. قلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيش. ايه ده يا فندم، ده مش ده برضه حشو؟ مش الرب عنده قاعد بيحشي كوسه بقى ويقور بقى ويحط بقى ويحط؟ على فكره انا بحب المحشي قوي قوي، بس مش باللي بيعمله الاله بتاعك يا رورو. الاله بتاعك يا رورو بيعمل محشي غير صالح للاستهلاك الادمي، ممكن للحيوانات، للحيوانات. اللي بعده، اللي بعده، شوف كده. مرات الرب بتاعكم، جعلتك ربوة كنبات، فربوت وكبرت بلغت زينة ثدياك، بتوعك يعني، ماشي، كنت عريانة رقصة وبترقص، فمررت بك. وإذ زمنك زمن الحب، الرب عندهم بيكلم الشعب بيقول له زمنك زمن الحب. خبر أبيض، خبر أبيض على الألفاظ، خبر أبيض. فبسطت ذيلي عليك. بسطت إيه يا أخويا؟ يا إله، يا إله رشيد، بسطت إيه؟ ذيلك، ديلك، ديلك، بسطت ديلك، بسطت ديلك عليها، ديلك، ديلك، يخرب بيتك، ديل مين؟ أنت طلعت بديول؟ رشيد اتجنن، بيعبد رب بديول. فبسطته إيه؟ الرب، الإله، الإله بيقول للي، بيقول لعروسته فبسطت ديلي عليكي. خبر أبيض، يا خبر أبيض، خبر أبيض على الديل. وسترت عورتك وحلفت لك. بقول لك ولا لا؟ مش لازم نشغله، نشغله صوت، نشغله صوت، نشغله صوت، نشغله صوت. لا 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 لا، اصل عاد النصح ده ليه كده حاجه كده بيقرا كده باسلوب، انما ايه، تعال نشوف انت اللي جبته لنفسك يا عبد الشيطان المذل المهان المقتول من الرومان. اراشيد الحيحان الجربان المرضان، هاجم الاسلام، تهاجم القران، تتحمل ما يجرى لك يا عبد الشيطان. حدش يقول لي عيد، حدش يقول لي عيد، انا كلامي كله بيه بدليل من الكتاب. يا عبيد ابو ديل، يا عبيد ابو ديل، ادي يا رشيد يا عبد ابو ديل. مش بدل ما تهاجم الاسلام يالا، مش تروح تشوف تجيب لربك اي حاجه تداري بيها ديله؟ لا يا ابو ديول، يا ابو دي، يا يا عبيد ابو ديل. مشكله انا. خبر ابيض، ده انا بتهيالي هي حلقه واحده بس كفيله، حلقه واحده يسمعها رشيد ابو حمامه، ولا يسمعها الاصحاح السادس، ولا يسمعها ابوهم زكريا بزرط، هي حلقه واحده كفيله تجلطهم. الله العظيم، بالله عليك، صح ولا انا غلطان؟ كفيله تجلطهم، حي الله الذهب يا حبيبي، هتجلطهم، تجلطهم، هي حلقه واحده بس، يسمعوا حلقه من هنا هينجلطوا من هنا. مش يلا بينا بقى، يلا بينا نسمع كده كلام الاله اللي مليان قداسه. بمين؟ خادمك اللي على فكره الراجل اللي انا بشغله ده يا جماعه الخير هو قارئ الكنيسة الأول. يعني إيه قارئ الكنيسة؟ دلوقتي إحنا لو جينا نسأل، أو سألتك أنت قلت لك كده، من هو أقرأ وأشهر، من هو أشهر قارئ للقرآن في المسلمين؟ هتقول لي الحصري، هتقول لي المنشاوي، هتقول لي عبد الباسط. الراجل اللي أنا بشغله لكم ده بقى أشهر قارئ لكتابهم من كتابه. خلاص، تعال بينا نسمع. ورورو، رورو عايزك كده يا رورو تبقى قاعد كده ومنشكح ومنسجم مع الكلام. قول يا رورو. الأصحاح السادس عشر. أي. وكانت إلي كلمة الرب قائلة. أي. يا ابن آدم عرف أورشليم برجاساتها وقل
هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، وقد كنت عريانة وعاريانة لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي. مرتين تكرار حشو يعني ولا ايه؟ جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوتي وكبرتي وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية. برضو رقصة وبترقص ماشي. فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. زمنك زمن الحب دي ايه؟ زمنك زمن يعني ايه؟ يعني مثلا مبقلطة يعني ولا ايه؟ تخينة يعني؟ تخينة ورفيعة ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه زمن الحب دي؟ ما تقولوا لنا يا رشيد، الرب بتاعك الاله بتاعك ايه زمن الحب بتاعه؟ فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد اتجوزي. يقول السيد الرب: فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك. الرب الاله بتاع رشيد قاعد عمال بيحمي، قاعد بيحمي بيحمي مراته. قول سيد الرب: فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا وحليتك بالحلي فوضعت أسورة في يديك وتوقا في عنقك ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمالا على رأسك فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز. ايه الرب عندهم عمل لها البس؟ وأكلت السميدة والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لمملكتك وخرج لك اسم في الأمم. وجملت بقت حلوة قوي قوي يا جماعة، بقت حلوة قوي 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 حلوة مرة. طب قوي قوي هنا برضو قوي قوي دي، فجملت جدا جدا، التكرار ده ايه فايدته؟ مش حشو برضو ولا ايه؟ لا ركز بقى في اللي جاي يا طاهر، ركز يا طاهر. على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. ايه يا فندم سكبت زناها على كل عابر؟ ازاي يا فندم سكبت زناها على كل عابر؟ تبولت على العابر يعني ولا ايه؟ صدق العالم اللي بيقولك احنا عابرين. إلهكم في كتابكم المقدس بيقول إن هي لازم تسكب زناها على كل عابر، هتتبول عليكم. يقول السيد الرب: فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له، وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليك. عملت لنفسها مرتفعات موشاة، عملت لنفسها بتاعة كبيرة كده، ايوه، وراحت تزن عليها فوق. ايه عروسة اله رشيد، بعد ما اله رشيد قام يتجوزها قامت سايباه، سابت له البيت وعملت بتاعة كبيرة يعني يا جماعة ما انتوا فاهمين طبعا، يا ولا انا اشرح استغفر الله العظيم، اشرح والعياذ بالله، مش هشرح والعياذ بالله، بس هي عملت نفسها بتاعة كبيرة كده ايوه، وطلعت فوق تزن عليها، بس ما ينفعش تزني تحت، اصل لازم تزني فوق، انما تحت ما ينفعش والعياذ بالله. قولي يا طهره، قولي. من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليك. أيوه. امر لم ياتي ولم يكن، واخذت امتعه زينتك من ذهب ومن فضه التي اعطيتك، وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. ايه يا خبر ابيض، كمان عمل مرات اله رشيد عملت لنفسها، استغفر الله العظيم، وزنت بيها، استغفر الله العظيم والعياذ بالله. أقول: وخبز الذي أعطيتك، السميدة والزيت والعسل الذي أطعمتك، وضعتها أمامها رائحة سرور، وهكذا كان، يقول السيد الرب. نعم. أخذت بنيك وكنت مدوسة بدمك. خبر أبيض عكا. وأكثرت زناك. أيه. وزنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم. استغفر الله العظيم. الحياة رشيد إلهك بيتكلم عن المصريين، إنها عملت استغفر الله العظيم مع المصريين، مساكين مصري، يعني المصريين عندما يذكروا في هذا الكتاب دوما لازم يذكروا بالحاجات اللي يستغفر الله العظيم. أيوة الفلسطينيين بقى مساكين، الفلسطينيين لما بيذكروا في الكتاب بيذكروا بقطع، مش عايز أقول قطع إيه، خليني ساكت. بنيتي مرتفعتك ورجستي جمالك
وفرقت رجليك لكل عابرة وأكثرت زناك. عملت إيه؟ عملت انت فاتح بقك ليه كده يا رشيد؟ هي عملت ايه؟ فعملت ايه مرات الاله بتاعكو؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. صنعتي لنفسك مرتفعة في كل شارع، في رأس كل طريق بنيتي مرتفعتك ورجستي جمالك وفرقت رجليك لكل عابرة وأكثرت زناك. فرجت مرات اله رشيد، فرجت رجليها لكل واحد رايح عاملها سبيل بقى. ده سبيل ده يا فندم، ده كده. ايه ده؟ ايه ده؟ رشيد ترك هذا الكلام والمعتقد وهذا الفكر وجاي يهاجم الاسلام. ترك الرحمن وعبد الشيطان، ترك العظيم وعبد المهان من اللئيم، ترك الودود وعبد من سحقه اليهود، ترك القرآن وعبد من قتل من الرومان، ترك الرب المسؤول وعبد المقتول، ترك الإله الغفور وعبد المقبور. بس خلاص بقى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم، آمين آمين آمين، واستعملي نصرة دينه وأن يستعملنا نصرة دينه يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. إخوة الأكرم بارك الله فيكم، اللي لسه داخلين اسمعوا الفيديو من الأول وخذوا رابط الفيديو انشروه في المجموعات فضلا، بارك الله فيكم. اللي سمعين الفيديو ده على اليوتيوب خذ رابط الفيديو انشروه في المجموعات ردا على هذا المتطاول على الإسلام، وادخلوا القناة شاهدوا ما فيها من الفيديوهات، وادخلوا الصفحة شاهدوا ما فيها من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.